نرجعوا نتكلموا على مجريات الشوط الاول وننتقل الى مركب محمد الخامس رفقه زميل محمد العدلي صديق احد فعاليات المباراه. ايوب الخالقي معك محمد العدلي. المقابلة أكيد أننا في الفترة بين الشوطين عباد، وفي هذه الفترة أكيد أنني أستضيف لاعب المنتخب الوطني المغربي طبعا الخالقي اللي غادي يقربنا أكثر من هذه المواجهة. أيوب، يعني المواجهة ديال اليوم أمام منتخب قطر، شنا الإكراه ديال الجولة الأولى، فكيفاش كتشوف المقابلة خاصة اللي لعبنا فيها الشوط الأول والشوط الثاني ديال اللي غادي نلعبوا إن شاء الله؟ بالفعل يعني الشوط الأول شفنا يعني لاعبين خدموا يعني مباراة في الشوط الأول يعني في المستوى، يعني اللي كاين نقصنا هو تسجيل الأهداف. نتمنى إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني وبعد التعليمات اللي غيعطيها المدرب سي بدو الزكي المسؤول على الملابس تعطي الثمار ديالها وإن شاء الله نسجلوا أهداف في هذه المقابلة. واش كيبان بأنه فعلا المنتخب القطري ند لند المنتخب المغربي في هذه الجولة؟ بالفعل يعني كيتضح بانه فريق قطري يعني فريق في المستوى، ومع ذلك فالفريق الوطني فعنده من الامكانيات باش ينتصر على الفريق القطري. نتمنى ان شاء الله اللاعبين يسمعوا التعليمات ديال المدرب وباش ان شاء الله نسجلوا اهداف وننتصروا.